أعزائي المشاهدين، سمعنا أكو فد مكان أثري، أكو شخص مخليه الشعائر الحسينية في قلب مدينة الصويرة. تعالوا يانا هنشوف هذا المكان الأثري. السلام عليكم حجي، شلون الصحه؟ شلونك بعد؟ عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد ابو الفضل العباس، الله يحفظك، الله يسلمك، رحم الله والديك. يا اهلا، السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك حجي. هذا المكان احنا دخلنا له، اكو سمعنا وجتنا مثلا مهم يقول انتشر بالتواصل الاجتماعي اكو بيت صار على شكل تراثي او بيت اسلامي، الشغلات الدينيه، ممكن ان تعرفنا عن هذه الاجواء الحسينيه الحزينه؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، عظم الله اجوركم ان شاء الله بمصاب سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين في يوم عاشوراء. هذا المكان هو عرفوه يعني اهل الصويره، يعني بمركز المدينه، بيت كريم الهادي الطائي، من البيوت القديمه، من يعني يمكن من اوائل البيوت اللي انبنت في مدينه الصويره. حجي هذا البيت تراجع لك، تابع لك؟ لا، الاهل هو يعني الاهلك. انت تقدر بهذا البيت مثلا تقدر تفلشه او تبنيه او تبيعه؟ يعني ايش عجب، يعني ليش خليت الشعائر الحسينيه؟ احنا والله صار يعني راي الاهل كلهم، هذا قلنا مثلا نسوي به مناسبات دينيه، مثلا الشعبانيه كانت قبل فتره 6 أشهر جت حتى القنوات الفضائيه، قناه كربلاء وغيرها، جو يعني استضافونا هنا، باتوا يعني يوم كامل على مود يوثقون العمل، لان ذيك المناسبه 23 سنه احنا نسويها، وبديت بها من سنه 2000 من هذا المكان. نعم. فاحنا يعني اتفقنا ويا الاهل، قالوا يعني يا ريت مثلا هذا يصير به مثلا شعار الحسينيه، شيء هم نستذكر به ابائنا واجدادنا، لان هم كلهم على هذا الطريق ذيك السنوات القديمه، بدايه صحيح. الخمسينيات والستينيات. صحيح. فصار اتفاق، الولد هم يعني ما شاء الله كله بثواب اهل البيت، يعني عاونونا صار اكثر من شهر تقريبا. نعم. اللي يشتغل بالطين بالسيوف، هذا طبعا كله عمل يدوي. نعم. الدروع والجلد والخياطه، وهذا صار اكثر من 100 درع تقريبا مال التشابيه وشيء. حجي ممكن تعطينا فكره ايش جاي نشوف هسه احنا المشاعل؟ بدنا نشوف مثل احنا نريد نقرب الصوره بصراحه مثلا. نعم. يعني هسه هذا البيت مثلا. نعم. قلنا نسوي به مال استشهاد اولاد مسلم. نعم. يعني محمد وابراهيم ولدي مسلم بن عقيل، لان هو كان يعني في يعني شافتهم زوجة الحارث الهمداني. نعم. مثلا في مكان خارج المدينه، وبعدين هي اللي اوتهم جابتهم للبيت. نعم. فاحنا الفكره كانت مثلا نجيبهم جابتهم للبيت المره. نعم. وهي وضعها طبيعي يعني. تفضلوا يا حجي. إيه؟ فشون يجي يزوجها وهو يريد ينتقم من دول الأطفال نعم. فسوينا الترتيب مثل ما يقرب الصورة، يعني مثلا هذا مات القديم، مات اللبن وشي ماكو. إيه؟ الكيس هاي المشاعل، هذن المشاعل، لأن هم قبل يعني ذيك السنوات يعتمدون ماكو إنارة وشي، يعتمدون على هاي المشاعل. فإحنا ردنا الصورة تصير أقرب. هاي مثلا السلات، السيوف، الرميح. بالضبط. هاي حجي قصر لكم تشتغلون بيهن يعني؟ صار تقريبا يعني اكثر من شهر والله. نعم. يعني احنا ما عدنا فد دعم مثلا، او يعني الولد يعني. نعم. ثواب الامام الحسين عليه السلام اللي مشترك له ب 10,000 دينار ب 25,000، نجمع فد مبلغ احنا بيناتنا واشترينا هاي المواد، الغراض، الحديد والملابس والجلد. الولد يشتغلون مستمرين على هذا عملهم يعني؟ الله يوفقهم يعني، ما يتفرقون والله بعد صلاة الفجر، يعني بقول للأربعة هاي العشرين يوم الاسبوعين اللي راحت، حتى هذا الفرش القديم يعني جبناه من مكانات، من الحلة، من هذا، على مود تصير الصورة شوية أقرب. نعم. هذا مثلا المكان هنا، يعني شلون هاي هذا الحب هنا؟ اي الحب هذا القرب مالت المي. نعم. حتى الرايات احنا مسويه فد شيء قديم يعني. نعم. على مود تقرب الصورة أكثر. بس أجواء حزينة، أجواء محرم الحرام يعني، هسه احنا من دخلنا لها يعني والله فد شيء يعني. احنا نتمنى يعني اللي يريد مثلا من يشوف المكان بصراحة يعني يروح ذيك المكان القديم، يعني مو مثلا الله بيت. الله يساعد قلب زينب عليه السلام. اي والله احنا يعني ان شاء الله الساحة اللي راح نسويها مات التشابيه اللي عشط. نعم. هاي اكثر من 12-15 يوم نشتغل بيها، يعني يوميا من الساعة مثلا نكمل من هنا نص نقسمهم هناك ونص هنا. زين حجي، تخلي هاي الاجواء موجودة ورا مثلا يعني هسه احنا ان شاء الله، ان شاء الله عندنا مثلا مناسبة استشهاد السيدة رقية. نعم. هذيك هم فت قضية يعني انا اسوي شلون خربت الشام مثلا، لان هم الصورة اقرب، لان هي اكو تستقبل مثلا مواقف. اكو ناس مثلا تريد تشوف، تريد تتبارك بهذا المكان. يعني هم كلهم يعني يقولون بيت مفتوح لاي واحد يجي يريد
يعني بس خلينا نشوف هذا المكان حجينا خلينا ندخل هذا المكان خلينا نشوفه. تفضل تفضل تفضل. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حجي هذا شنو المكان؟ هذا المكان هو باعتبار شلون المخزن القديم شيء، لان انا من سويته هاي الصور البيه المشاعل كانت هنا موجوده، مثلنا به مثلا اولاد مسلم عليهم السلام، لان هي ضمتهم بالخرابه ماكو على متزوجها ما يعلم بهذا الموضوع شيء، فهم سويته فد شيء يقرب الصوره يعني. فهو من جاء وراد يعني راد ينام شيء سمع صوت مال الاطفال الصراخ لان شافوا فد رؤيه. نعم. ففزوا من المنام مالتهم هذا، فهو سمع الصوت اجى عليهم دخل قالت هنا ضام اولاد مسلم، ماني صار كذا فتره ادور عليهم وما ادري اقول يعني الارض ابتلعتهم ام السماء اخذتهم. نعم. فلقاهم ببيتهم واخذهم وظل يعني يضرب بيهم وجلدهم هذا الى ان صار نعم. الصبح واخذهم على النهر ذبحهم. هذا المشعل فوق دير بالك. أي. أي. هاي يعني اللوكيشن مثل ما يقول يعني المكان فتشي اي لان هو شلون مسوي مثل الشيء القديم يعني المخزن قلنا لك احنا هذا المكان والله من طبينا يعني والله العظيم شفنا واقعة الامام الحسين عليه السلام الله يرضيك. واحنا والله على وجه السرعه يعني انا كانت هواي افكار يعني هواي افكار بس انا هم دوام ببغداد واروح وارجع واريد مثلا يعني حتى شغله الحبال القديمه. نعم. مثلا الالات القديمه اللي استعملوها مثلا ذاك الزمان يعني اريد اسوي الترتيب مثل ما موجود، ما اريد استعمل مثلا يعني مصباح او اناره شيء هاي كهرباء. نعم. اريد يعني شيء بالكامل، فمن يطب اللي يشوفه يشوف نفس الحدث مال ذاك الزمان. حجي بارك الله بيك. الله يتقبل اعمالكم وعظم الله اجورنا واجوركم. عظم الله اجوركم وكل من يعني ساهم في مثلا ذكر اهل البيت عليهم السلام وعلى هاي الاعمال ان شاء الله، لكل من شارك ويساهم في التذكير يعني ولو باقل عمل ان شاء الله هو يعني اجر على فاطمه الزهراء واهل البيت عليهم السلام. يلا حجينا تفضل. يلا ان شاء الله موفقين يعني. الله يحفظك. الله بارك الله بيك حجي. الله بيك وبارك الله بيك. يا الله السلام صل على محمد وعلى السلام عليكم حجي. شلون الصحه؟ الله يحفظك. عظم الله اجورنا واجوركم. اجوركم يحفظك الله. رحم الله والديك. بارك الله بيكم حجي طبعا. يحفظك الله. ومثل ما يقول رفعتوا اسم الصويره ومحافظه واسط وبالتواصل الاجتماعي والناس سولف بهذا المكان. نعم الحمد لله. مكان الحزن بالنسبه الحمد لله. نعم. تاسس موكب شهداء الطف. نعم. عام 1951. نعم. ومتقسم الى زنجيل ولطم. نعم. واضافه الى نسوي شعائر حسينيه كافه يعني من تشابيه كامله. نعم. اي باشراف حجي مقداد. حجي نعم. ايش قد طول عملكم؟ هذا تقريبا كان الولد يشتغلون به صار شهر. اي يقومون بالشغل بالجلود. حجي هذا مجهود حربي لو اكو من مثلا دعم؟ لا والله دعم خاص يعني هم الاشخاص نفسهم اللي اللي يمثلون بهذه الادوار. نعم. يجيبون عملهم اضافه لحجي مقداد مساهم وبعض الاخوان يساهمون به. نعم كالله بكم. وبيك اكثر. وعظم الله اجورنا واجوركم. وحجي عظم الله اجوركم وماجورين بهذا العمل. ان شاء الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله. الله ان شاء الله. الله يحفظكم. رحم الله والديكم. شكرا لإذاعة الصويرة. عظم الله اجورنا واجوركم اجمعين. شكرا لكم.